بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في سورة آل عمران، وقد وقفنا عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، هذا اسم إشارة يشير إلى ما ذكر القرآن الكريم عن أمر سيدنا عيسى عليه السلام، وأنه ولد من غير أب، وأنه عابد لله لا معبود، ودلل على ذلك وبين أنه رسول من عند الله وله معجزات وبلغها لبني إسرائيل. كل هذا أخبر الله سبحانه وتعالى به نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحدثه قائلا له إن هذا لهو القصص الحق، فهذا هو حقيقة أمر عيسى عليه السلام. كل ما يخالف هذه الحقيقة ليس صحيحا، لأن القرآن جاء بالحق. إن هذا لهو القصص الحق، اللام هنا لهو دخلت على ضمير، هذا الضمير هو لفظ هو، يعني إن لها اسم ولها خبر. اسمها على الرأي الراجح اسم الإشارة، هذا اسم إن، خبرها القصص الحق، وهو ضمير فصل، ضمير فصل جاء ليؤكد القصر وأن الحق هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أمر عيسى عليه السلام، ضمير فصل. هذا عند البصريين، وعند الكوفيين علماء الكوفة يقولون هو مبتدأ ثان، والقصص خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبر خبر الأول، لكن الرأي الأول هو الأرجح. واللام هذه هي لام الابتداء، المفروض أنها تدخل على الخبر وهو القصص، لكنها دخلت على ضمير الفصل وهو الضمير هو، فدخلت عليه اللام. يجوز، قالوا لأنه المفروض أن هذه اللام تسمى لام الابتداء، لام الابتداء يعني تدخل أصلا على المبتدأ فزحلقت إلى الخبر، يسمونها أحيانا اللام المزحلقة، يعني كان أصلها أن تدخل على المبتدأ ولكنها زحلقت إلى الخبر، وهنا دخلت على ضمير الفصل لأن ضمير الفصل قريب من المبتدأ، فيجوز، يجوز دخول اللام عليه. وكلها للتأكيد، إن واللام والجملة الإسمية تعني أن ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أمر عيسى عليه السلام، وأنه بشر وأنه إنسان وأنه عابد لا معبود، هذا هو القصة الحقيقية. أما ما يروج له أهل الكتاب من ألوهية عيسى فهذا أمر غير صحيح. يبقى قوله سبحانه إن هذا لهو القصص الحق يبين أن ما ذكر من أمر عيسى هو القول الفصل،
وما يروج له أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فهذا الذي يروجون له فاسد وغير صحيح. وما من إله إلا الله، تأكيد، تأكيد على أن عيسى بشر، وأن عزيرا الذي ادعت اليهود أنه ابن الله هو بشر، إذ لا يوجد إله إلا الله فقط. هنا دخلت من، ما من إله، هي أصلا ما إله إلا الله، فدخل، أدخل من لبيان أن هذا الأمر محسوم، وأن الألوهية منفية تماما عن غير الله، فالنفي هنا عام، ومن لاستغراق العموم، لاستغراق العموم، لا يوجد إله مطلقا إلا الله، فجاء بمن للاستغراق، يعني ليشمل لا إله من حجر، ولا إله من شجر، ولا إله من بشر، ولا إله من أي صنف من الأصناف، كواكب، جن، غير هؤلاء ممن عبدهم بعض الناس، هؤلاء لا يتصفون ولا تتصف بالألوهية. كل الجنس منفي، منفي على سبيل الاستغراق، كل ما ادعته البشرية من ألوهية شيء هو باطل، والألوهية الوحيدة هي ألوهية الله فقط. وإن الله لهو العزيز الحكيم، هو العزيز الغالب الذي لا يقهر، والحكيم يضع كل شيء في موضعه، يضع النبوة في موضعها، ويضع الكتب الإلهية في موضعها، ويفعل كل شيء بحكمة، وغيره لا عزة له ولا حكمة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم بذلك، أن يبلغ أهل الكتاب أنه لا إله ولا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إن تولوا، إن أعرضوا، فهو جاء إلى أهل الكتاب ليحدثهم أنه لا إله إلا الله، ولا بشر على أنه إله، لا. كذلك عبادة الأصنام عند المشركين لا ألوهية لها، فهو عبث. بلغهم يا محمد أن الإله هو الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، أعرضوا، هذا إفساد، هذا إفساد، إفساد للعقيدة، وإفساد للفكر، وإفساد للرأي السليم، إفساد في الأرض، وإفساد في الاعتقاد. وطالما أنه إفساد فعليه العقوبة، قول الحق سبحانه فإن الله عليم بالمفسدين، ذكر أنه يعلمهم، يعلم هؤلاء المفسدين في العقائد، يعلمهم، ويعلم المفسدين في كل شيء. وإذا قال إنه يعلم فهو سيحاسب، أي سيحاسبهم وسيعاقبهم على هذا الإفساد، فجزاء المفسدين جزاء ضخم. يبقى هذا تهديد، تهديد للمعرضين عن الحق الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تهديد لهم بأن ما هم عليه من عبادة غير الله فاسد ويعد إفسادا، والله تعالى يعلمه. ومعنى أنه يعلمه هو لا يريد حقيقة العلم، وإنما يريد ما وراء العلم، فما وراء العلم طالما أنه يعلم فسيحاسب، والحساب هنا بالعقاب، بالعقاب لهؤلاء المفسدين. ثم يقول الحق سبحانه مؤكدا الوحدانية وعدم وجود إله غير الله،
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه الآية الكريمة تؤكد ما سيقت له الآيات من قبل. فالذي سيق في الآيات أن هذا هو القصص الحق من أن عيسى بشر وأن عزيرا بشر وأنهما لا يعبدان من دون الله، هذا قد سيق. ثم ساق وقال لا يوجد مطلقا إله إلا الله، ثم أكد هذا. قال له يا محمد، فالقول موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موجه من كل من يتحدث عن الحق. فكل من يتحدث عن الحق يدعو أهل الكتاب، يقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء، كلمة مستوية. ما تلك الكلمة؟ الكلمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. يبقى هذه الكلمة السواء، الكلمة المستوية الصحيحة، الكلمة المستقيمة هي لا إله إلا الله. فتعالوا إليها واتركوا عبادة الأشخاص. كلمة سواء بيننا وبينكم، وهو فسر الكلمة بعد ذلك فقال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذه الكلمة، الكلمة هي وحدانية الله ووحدانية عبادته وعدم الإشراك به شيئا آخر. هذه الكلمة السواء. يبقى هذه الكلمة هي الكلمة المستقيمة، أما غيرها من الكلام فليس مستقيما. عبادة غير الله لا استقامة لها، الإشراك بالله لا استقامة لها. يبقى الكلمة السواء المستقيمة المستوية التي يجب أن يكون عليها الإنسان هي ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا. والكلمة تطلق على الكلام، يعني كلمة قد يراد بها كلمة مفردة، مثل أن يقال كتاب، قلم، فرس، إنسان، هذه كلمة. من مثلا حرف الجر كلمة، فيطلق على الكلمة المفردة. ويطلق على الكلام، فيقال فلان ألقى كلمة في الحفل، وهو ألقى خطبة. وعلى ذلك فالكلمة هنا تعني الكلام، يعني لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كلام طويل هو عبارة عن كلمة، لأن الكلمة كما تطلق على الكلمة المفردة تطلق على الكلام. ألا نعبد إلا الله، يبقى لا يعبد الناس إلا الله، فالعبادة خالصة لله. ولا نشرك به شيئا، لا يعد شيء شريكا لله، لا في الألوهية ولا في العبودية. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، الذين اتخذوهم آلهة هم بعض البشر، بعض البشر، لأن عيسى بشر، بعض من الناس، بعض من الناس يعني جزء من الناس. فعيسى جزء من البشر، وعزير جزء من البشر، فلا يصح أن يتخذ إله، لأن معنى أنك تتخذه أنك تتخذ بعضك وتجعل بعضك إلها. لا يجوز أن يأخذ بعضنا بعضا على أنه إله. فالبعضية متحققة في أن عيسى بعض البشر
وعزير بعض البشر. إذن لا يصح، لا يصح أن يعبد البشر بشرا مثله، لا يصح. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا تاركين الله من دون الله، يعني من دون إفراد الله تعالى بالعبودية. لأن هؤلاء الضالين يزعمون أنهم يعبدون هذه المعبودات مع الله، فيقول عيسى ابن الله فهو يعبد الله ويعبد عيسى ابنا له، عزير ابن الله يقول إنه يعبد الله ويعبد عزيرا لأنه ابن الله، فيشرك مع الله غيره، لا يجوز. يعبد الصنم ويقول إنه يعبد الله ويعبد الصنم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يؤمنون بوجود الله لكنهم يشركون معه غيره، والشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني دون أن يفردوا الله بالألوهية وحده وبالعبادة وحده، فلا يجوز، لا يجوز أن نعبد غير الله، ولا يجوز أن نشرك معه غيره، ولا أن يتخذ بعضنا بعض البشر لنجعلهم آلهة مع الله، لا، لا يجوز. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا جميعا أن نبلغهم، ما علينا إلا البلاغ. نقول لهم ما تعبدونه من دون الله باطل، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. علينا أن نبلغ، وكان على الرسول أن يبلغ، وكان هذا في الشأن الذي كان في هذا الوقت من سبب نزول الآيات، وجود وفد نجران الذي جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم بعض أحبار اليهود، فأتوا معهم وفد نجران من النصارى، وبعض أحبار اليهود جاءوا ليعاونوهم ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الألوهية، وليزعموا ألوهية من يعبدون وما يعبدون. فعلينا أن نبلغهم، ورسول الله بلغهم، قال لهم لا، قال للوفد، وعليك أن تقول كلمة الحق ولو لم يقتنع بها من تقولها له، عليك أن تقولها فقط. كلمة الحق قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا من الله، الله يقول له قل لهم، قل لهم إنما تعبدون من دون الله باطل، فإن تولوا أعرضوا ولم يطيعوك، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى الأمر في قل يا أهل الكتاب تعالوا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وموجه إلى الأمة الإسلامية، إلى الأمة كلها، أن تعلن للمخالفين، أن تعلن لهم خطأ ما هم عليه، وأن الحق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا تولوا أعرضوا، أعرضوا ولم يرضوا أن يستجيبوا، وهم كذلك، لأنهم بعد الجدال والإفحام عادوا، عاد الوفد إلى بلده وفد نجران ولم يؤمن، وكثير من اليهود لم يؤمنوا، تولوا. فقولوا، قل يا محمد وليقل المؤمنون معك، ونحن منهم. نقول لهم بعد أن ننصحهم اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، يعني نحن على التوحيد، اشهدوا بأننا مسلمون، يعني قولوا لهم لا، أنتم وشأنكم، أو أنتم وشأنكم، ولكن نحن على عقيدة التوحيد،
معنى اشهدوا بأننا مسلمون يعني أعلنوا واعلموا اعلموا أننا على الحق وأننا على عقيدة التوحيد مسلمين لله سبحانه وتعالى. هذا جائز. أو اشهدوا بأننا مسلمون يعني اعترفوا أيها الضالون، اعترفوا أننا على الحق، لأن الرسول أوضح لهم بالحجج وبالأدلة، أوضح لهم أن الإله واحد، وأن هؤلاء الذين يدعون ألوهيتهم هم أنبياء، هو نبي سيدنا عيسى، وعزير من الصالحين من صالح اليهود، فأنتم أعلنتم عليهم. فقولوا لهم اشهدوا بأننا مسلمون، يعني نحن عرضنا لكم الحجج وعرضنا لكم الأدلة وبينا لكم أن العقيدة هي عقيدة التوحيد، فاعترفوا اعترفوا بذلك، لأننا أقمنا لكم الأدلة، أقمنا الأدلة والبراهين الساطعة على وحدانية الإله وبيناها لكم ووضحناها، فعليكم أن تعترفوا بما نحن عليه من أنه هو الصواب. يبقى كأن اشهدوا بأننا مسلمون لها معنيان. اشهدوا بأننا مسلمون يعني نحن أنتم على ضلالكم ونحن نعلن التوحيد، أو نقول نريد أن ننتزع من الخصم الإجابة فنقول له اعترف بما أنا عليه من حق، أنا عرضت لك الأدلة والأدلة واضحة، فعليك أن تعترف وتقول نعم أنتم على الحق. كما يريد الإنسان أن يقر خصبا له، يعني أحيانا أنت تجادل إنسانا، أو مثلا يكون بينك وبينه خصومة وأنت أحضرت الأدلة كلها، فتقول له اعترف اعترف أنني صاحب حق، هذه أدلتي أوضحتها وبينتها لك، بينتها لك واضحة وأمام القاضي وكل شيء على ما يرام، فلتعترف بأنني صاحب حق. يبقى هذا اسمه انتزاع الموافقة من الخصم، اعترف. وتتضمن الجملة معنى ثالثا، فإذا قال المسلمون وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشهدوا بأننا مسلمون، يبقى يكون العكس مفهوما، وهو أنتم كفرة. فبدل أن يقول لهم أنتم كفرة في وجوههم يقول لهم اشهدوا بأننا مسلمون، يعني احنا نحن المسلمون أنتم الكافرون. انظر إلى الآيات القرآنية، الآيات القرآنية لها معان، لها معان كثيرة ورائعة، فلتفهم كل هذه المعاني. اشهدوا بأننا مسلمون يعني أنا لست موافقا لوفد نجران ولا لمن معه من اليهود، أنا مسلم أؤمن بالوحدانية، أو أقول له اعترف لي بأنني بأن الذي أنا عليه هو الإسلام، اعترف، أو أقول له أنا مسلم إذن أنت كافر. أجائز كل هذه المعاني. ولذلك من يقرأ القرآن عليه أن يتدبر، أن يتدبر المعاني قبل أن يمر عليها مرورا عابرا. اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هنا رسخت عقيدة التوحيد، رسخها الحق سبحانه بأنه بلغها لرسوله وأتى بأدلة قاطعة على أنه لا إله إلا الله، وأنها هي الكلمة السواء، وأن الذين يخالفون هم خارجون، خارجون على الإسلام، فهم كفرة. لكن الإسلام يناقش بشيء من الأدب والذوق، فبدل من أن يواجههم بأنهم كفار يقول له أنا مسلم، أنا مسلم، ومعناها من الناحية الأخرى أنت على غير الإسلام، أنت على غير الإسلام. فده اسمه أدب الحوار، أدب الحوار القرآني. ولذلك يجب
أننا إذا ناقشنا أي مخالف لنا في العقيدة أو في أي شيء فعلينا أن نكون مهذبين في الحوار، فلا نرميه، لا نرميه رميا مباشرا، وإنما نلمح ونكني ونعرض فقط، وهو يفهم، هو يفهم المقصود. طالما أنني أعلنت أنني مسلم إذن القضية حسمت الأمر، وأن ما عدا ذلك ليس من الإسلام، إذن هو من شيء آخر، من شيء آخر. يفسره هو كما شاء. ها؟ لا، هم يفهمون لأن الكتب كتبهم كتب فيها، وستأتي الآيات التي تدل على أنهم يعلمون علما يقينيا، وفي القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إنما هو من باب الحسد ومن باب الحقد ومن باب الحصول على الإتاوات والعطايا، لأن هؤلاء الناس يخدعون العوام ويتسلطون عليهم ويأخذون منهم أموالا ورشا، فإذا ترك هذه المكانة سوف لا يحصل على مال ولا على رشا، فيضيع منه المركز الاجتماعي، فهو حريص على سلامة مركزه الاجتماعي وإن كان على خطأ، وهو يعلم الصواب في الحقيقة. والقرآن يدمغهم بهذه الصورة الواضحة.